السلام عليكم ورحمة الله. في عجالة حول تكوين منحة البطالة وفي فيديو استعجالي أردت أن أوضح فقط أن كل من يرفض تكوين منحة البطالة راح يقصى مباشرة من منحة البطالة. والتعهد يعني تاع منحة البطالة في أول مرة عند التسجيل راح في كلش يعني تعهدنا بهذه التعهدات نخالفها مباشرة تقصى من منحة البطالة. وهذه النقطة من التعهد تقول: تعهد بالتزام بكل نشاطات المرافقة التي تقرها الوكالة والمتزامنة مع منحة البطالة، المشاركة في ورشات تقنية البحث عمل، المشاركة في الدورة التكوينية. هذا أبرز دليل، يعني الدورة التكوينية لما شاركش في الدورة التكوينية راح يقصى من منحة البطالة. لذا راجعوا تعهد والتزام والمواد المنصوصة فيه باكي يقصوكم من منحة البطالة، تعرفوا أذكركم مخالفين تعهد هذا أم لا.